كانت الأحجار الكريمة، إعداد وتقديم فريق عمر رشيد حباشو. رشيد حباشو أول عالم عربي متخصص في علم الأحجار الكريمة. بدأت حجر الزفير، هذا المسمى الإفرنجي الغريب على لغة العرب وهو كلمة الزفير ليس عندنا في اللغة. نحن لدينا الياقوت الأحمر والياقوت الأزرق، والعرب سابقا وقديما يطلقون على هذا الحجر الياقوت الأزرق. الإفرنج الياقوت يجعلونه تابعا للزفير، فالزفير عندهم هو الأصل والياقوت هو فرع من فروعه، ويعطونه ألوان متعددة. بل هناك خلاف بينهم، هل يمكن أن نطلق تسمية الزفير الأحمر أو الوردي باعتبار أنه الأصل وأن الياقوت هو فرع له؟ هذا خلاف بينهم بين علمائهم. لكن نحن العرب لا يجب أن نتميز بالتقليد الأعمى. نحن في حضارتنا وفي ثقافتنا وفي كتبنا المرجعية الأصلية الياقوت هو الأصل، والزفير أو الياقوت الأزرق هو فرع من أنواع الياقوت. إذن فكل ما ينطبق على الياقوت ينطبق على الزفير باختلاف بسيط وهو اللون. أما المعدن فهو واحد، معدن الياقوت والزفير هو نفس المعدن الكوروندو باختلاف في الشوائب التي ينتج عنها اختلاف في اللون. فالكوروندو هو الأصل، نفس الخصائص، نفس الكثافة النوعية، نفس معامل الانكسار، نفس الخصائص الفيزيائية والبصرية وغير ذلك، مع اختلاف في اللون. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.